بقى اروح لموسيماني المحلي وموسيماني الافريقي وانت شاهد لان انت جوه الحدث، هل هناك فعلا فرق؟ واذا كان هناك فرق فليه؟ شوف الشواهد نعم قد تؤدي الى هذه الملاحظة، نعم، ولكن الفرق يحدث دائما وقت الامور الكومباكت المضغوطة. يعني تجد موسيماني في بداية الموسم نتائج مرعبة زي الفل، مرعبة تمام قوية جدا، يجي من افريقيا او يجي من مشوار ضيق ليه بقى؟ هو في المشوار الافريقي وده يقول لك حاجة في سماته الشخصية ان الراجل ده ذكي وبيفهم على عكس الناس مش متخيلة بأمارة ايه، يعني بأمارة انه لما بيذاكر بينجح بيعمل نعم بيقدم لك الحلول في وقت كل الناس رمت الفوط. نعم احنا واحنا في دبي ناس كتير رمت كاس العالم طبعا في كاس نعم. العالم في ابو ظبي فانت ده معناه ايه؟ اديله وقت انه يذاكر ويحفظ هو بيذاكر وعنده تحليل نعم وبيجتمع بشكل يكاد يكون مستمر نعم مع عنده الدأب ده نعم إذن هو في أفريقيا لما بتتوح له هذا الوقت بيركز جامد جدا حلو بيجي في الدوري يعني هو لما تعادل مثلا آخر ماتشين كان راجع الماتشين من وفاق سطيف راجع من وفاق سطيف ارتاح يوم فك العضلات بعدين يوم ولعب طب قول لي ده إمتى يقدر بس الناس كلها يا كابتن عدي بتقول لك ما ده سمة العالم ما هو يعني سمة العالم ايه يعني ما ايه الجديد طب هو لذلك موجود مع ليفربول اهو ما شاء الله مع مانشستر سيتي وليفربول ما خسرش هزائم مذله خسر لا معلش بس ما يعني في الاخر مانشستر سيتي كسب الدوري وظل الدوري انا بقول لك الكلام اللي بيتقال ما هو الكلام يعني. بتقول من نعم. نفس المثل هرد عليهم اتفضل ما هو بيكسب يعني هو انت في الاخر لولا بعض طبعا المستويات ما كانتش احسن حاجه في الاخر السنة اللي فاتت نعم. لكن أيضا التحكيم كان مؤثر جدا مع النادي الأهلي محمود معروف محمد معروف لوحده ضيع لك ماتش وأهدى المنافس ماتش الجونة في الماتشين اتعادلت يعني حاجات أما تتعادل ما أنت يا سيدي كويس ما هو في أنت عندك فيلم كويس ما هو مش معنى إنك وحش ما تاخدش حق الناس دايما أنت بالوحاشة برضو دي انت بالوحاشه ليك حقوق لو خدتها كنت عديت في البعض بيقولوا ليه ما بيبقاش فيه اعتراف بالقصور في قصور ما انا بقول لك نعم. انه ما عندوش ما تبقى وحش وتخسر مباراه تبقى وحش تعادل مباراه ما تعالج اخطائك بدل ما ترمي دايما الاخطاء على التحكيم لا معلش هو شوف ده الشيء اللي انا مختلف معاه وانا قلته له أيوه. بشكل مباشر قلته لمين لموسيماني نعم واحنا في ابو ظبي نعم قال لي مش عارف ايه ماي فادر قلت له اذا كنت بتثق فيا انا ما بثق قلت له احب اقول لك بلاش ترد على كل حاجه نعم لانك كل كلمه هتقولها هتلف وهترجع تتهاجم بيها نعم وخصوصا ما هو خلي بالك لو تذكر مانو جوسي اول ما جه نعم كان بيعمل تقليد انه كل يوم ثلاثه يقعد مع مظبوط بعد كده اكتشف انه دي اكبر غلطه عملها نعم لان الضغط عليه لدرجه ان بقى انتهت بعداء بينه وبين الاعلام نعم الاعلام يقدر يضغط عليك لان الاعلام هو عايز يطلع منك بس هو يعني برضو الناس بتقول يا كابتن عدلي كل ده والاعلام ضاغط ده الاعلام يعني لا بيسالوه اسئله ما يسالوا لا انا بتكلم بصفه عامه على النادي الاهلي لا يعني مش النادي يعني انت بتسالني دلوقتي على بتكلم على سلوك مدرب نعم فهو لو كان يقل شويه في التعليقات نعم ويخليه في يعني هو برضو بيقعد يطول باله ويتفرع في المؤتمرات نعم. في حاجات ما بيسالش فيها انا انصحه انه يتكلم في اضيق الحدود في حاجات فنيه حتى لو اتسال السؤال اللي فيه استفزاز بيحصل في يقفز عليه في لو يقدر يعمل كده هيبقى هايل وسهل يعمل كده لانه لو عمل كده مره اتنين يعني. مش هيستفزوه